جوج صغيرة بلا ياك، جوج صغار شحال عندك كان في عمرك؟ هاك شحال كان عندك في عمرك؟ 14 وكان اتزوج دخل 2013 ولا 2012. حتى الزواج راه قصه دابا باش نوقع عليا، بس خسرت ديك 13 مليون ولا ما عرفت شحال اللي كتخسرت، وبديت عاوتاني ب 300 درهم اللي خديت من عند نسيبانيت. هذيك 300 درهم بديت كندير فيها شويه الفلوس، بقيت تدخل شويه، قلت اجي خصني شي تحدي اخر، خصني حاجه تزيد، يعني قلت اجي نوض نتزوج. راه مجوج والله ما عندي فلوس الكرام، كاري في الدوحه تقنيطره، ما عندي 1000 درهم ديال الشهر الاولاني، 1000 درهم ديال التصبيط، أيه. اما الفراش فرضوا لنا فيه الوالده والنساب، وشريت كتاد ب 300 درهم من الجوطيه ديال قنيطره، وكونجي خطاب الكيسان ديال حياتي. واحد الفورنو شراتو لي الوالده ب 200 درهم، وفي بوطه دبر عليا الوالد بواحد 1000 درهم باش يلاه تزوج. صافي درنا حصيره وكونجاس ديال الارض، وهذاك واحد السيدرات شريناهم ب 300 درهم، واحد 300 درهم في الكونج، وحنا عايشين. صافي هي هذيك، هذا كان عندي تحدي، موراه ما واصلش، دخلت اول 5000 درهم، دخلت زعما ديال الربح، دخلت على المغرب، مشيت عاوتاني كنرفق الدار وداك الشيء وانا غادي. كنت نخدم ديك الساعه تي شيرت، كنت نخدم تي سبرينغ. انت بزاف دابا دابا بابيلا، نصحت 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 داي دابا باقي صغير توجو دابا على حسب اخويا. قبل ما تطلق عليا قول لي قول لي قول لي ليك. على حسب، الزواج زوين ماشي، ولكن كنقول للمغاربه صراحه كنشوف كان واحد خصو يوصل 30 عام كذا و30 عام يتزوج، صراحه احسن، هذا احسن اج ديال اول جينيرال. على حسب كل قصه كل واحد وقصته. ما يعمل لقاك الله وصافي. اما الا كنت هي تزوج على حاج طايق وباغيها تزوج بلاش، والله يحفظك كده، ما يحفظ زايغ وقت اللي غير حلا تعوق عينيها. كاينه كاينه ابو بلال، انت باش حم واحد دابا تيكون مهون تيقول له والدي غتزوج انت صافي غتولي ريسبونسابل وتولي وتولي تولي مهونها مع راسك، واش مع راسو تا هو بوحدو، والله شوف زعما ديك المسؤوليه. التحدي زعما باش نزيد مع راسي نزيد هذه بقات، ولكن راه كان خديت ريسك وقاد بيه، فهمتي؟ ما عنديش شي حاجه سميت الرجوع الى الوراء، ما كاينش الرجوع. راه مقاد واخا نزيد ديك دابا، ما كاينش ديك تزوج تيجيب الله التيسير، كايناش. بغيت نسولك ابو بلال، دابا هادو كنت تيقول لك اللعيبه هذا الموضوع تيطلعني في راسي، دابا كنت تيقول لك تيقول لك وهادي ما كتبهاش الله كلشي بالمكتاب، اشنو تقدر تقول له؟ كاين المكتاب ولكن السبب ماشي هو انك دازا شي حاجه بشويه، السبب هو اني تكون مصر. الله سبحانه وتعالى كيشوفك انت يا واحد الحاجه اللي مازال ما تسلم، باغي توصل ليها، باغي توصل ليها راه تكتب. اما درتي محاوله باش تحيد الاغلبيه اللي كنشوف فيهم، منهم خوتي، منهم اصحابي، عندي خوتي عندي كتلقاه مشى خدم ما على راسه، باش يقول لك واحد ما معنا ما ممكن واحد راه تيقولها لراسو، راه عليا اللي قبيله خصك تكون انتور ديال راسك، ما تجيش تقول لي راني واقولها لراسك في الصباح وانا لكن والو، ولكن نعاود نمشي غادي نتكلم ولا الله حتى بابي دار واحد اللعيبه شي كاع الدراري اللي واصلين البنات وماين سيت وحده و تا ماين سيت وحده. دابا تنسول عندي دي كيستيون تنسولو بشي لعيبه تلقاهم نفس 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 لا فيزيون عندهم كامل، وتتزيد تاكد ليا ان كلشي من هاد الطانطو، كلشي منه كلشي منه كلشي كلشي منه والله كلشي بزاف بعدين حازقين ما سميتو بزاف محنسين وكلشي ووصلوا. علاش الطانطو عندهم مزيان؟ كتلقى بزاف لي حازقين تعلموا من هادو بزو الكور حردو هذاك الشيء اللي الاخرين يقول الصوت كيتقطع عندي ولا عند الصوت الصوت مش عندي ولا عند بلال تيتقطع عندي لا سي قال لك عقل عندي شوية يعني.
ياك ما جاك بين الناس. لا 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 صافي يا خسيني، ماشي انت، موتي موتي واش لي دابا انت الماضي. ملك؟ واش دابا تسولك يا بلال، دابا انت ملك، انت صغير ومسمينك بلال. علاش الناس كيبدلوا السميه؟ لا استنى، زعما انت تكبر، دابا انت صغير، كانت عندك عامين 3 سنين سميتك بلال. اه سماتني جداتي، سماتك انا اسمي الوالد عندي، انا يا كي الوالد عندي كيسمي القران حل، كيشوف شنو صورة جات عندي. خويا الكبير سميت دار صورة يونس، كنت طاح في البقرة. خويا لا كانت تجري فيا، خويا الاخر سميتو يوسف، جات صورة يوسف، وانا جيت في صورة نوح، كان يسميني نوح. يجي واش انا ما نسمي هذاك القران، غير تسميني بلال، اما كانت تكون سميتي نوح. أبو بلال، شكتها أتاي بوحدة ولا اللايف هذا؟ اتاي خويا اتاي. أتاي، لا أتاي مزيان، لا أتاي مزيان، أتاي مزيان، عرفتي تيفيق شوية. اوكي كاين نعس، انا كنت أتاي خش، ليل باش يبقى كي نعس، كنت كيعير الراس. لا معلم، معلم أبو بلال، أبو بلال الجديد اللي جاي قلتي لي، هادشي ديال كنت تقولوا داير تيك توك، اصلا ما عرفتش شنو دوك اللعيبات. الله نحاول نهضر على كل شيء، نعطي الفيزنا يكونوا حتى الفيديوهات ديال التوجيه. الناس مازال تالفين دابا، دابا معايا الله، دابا هاد الخدمه في الويب انتشرات بزاف، دابا بزاف الناس كتلقاهم في يعني في المقابل، ولاو ناس جداد اخرين يلاه عرفوا هاد الشيء، يلاه سمعوا عليه، يلاه بداو حتى هما رجعوا لك الاسئله ديال شنو هو هاد الشيء، منين بدا، كيفاش، شنو هي المايند سيت، ولات بزاف. غادي يكونوا دي فيديو بزاف على هذه القضيه ديال بحال هذه الهضره اللي درنا دابا، على المايند سيت، على هذا، يكونوا دي فيديو هذاك الشيء، غيكونوا دي تكنيك ديال الناس شنو خصهم يتعلموا. كاين غيكونوا فيهم دي فيديو على مثلا الخدمات ديال فايبر، راه ممكن دير، غيكونوا امثله ونعطيهم حتى كيفاش يديروا دي سيرفيس، شنو هما لي سيرفيس اللي ممكن يديروا، راه ساهلين، فين ممكن يدخل دولار فلاني. غنزيدو عاوتاني داكشي نيفو، غيكون مرة يكون ميكست، غيكونوا شي حاجة سكيلين كبيرة، داكشي البراند، تيك توك، جوجل، أي حاجة كلشي إن شاء الله. الحمد لله. دابا الصعيبة بابا بلال هو دوك الدراري اللي باقي محنسة، ما عنده تداهم، باغي يبدا، ما عنده غير البيسي والكونيكسيون، كاين شي تواشرين يبداو كاين بهم. والله إلا كاين شي مغاربة، والله إلا ما تحتاجش كاع تقول له. دابا مثلا داك النهار كنت آخر واحد باقي نعرف، كنت في الرباط وتلاقاني هذوك الدراري ديال يا فود ديال الديليفري، أيوة أيوة تمام، انا دايز من تما، وقف عليا قال لي اخويا الابليكاسيون غير في التليفون، عنده واحد الاندرويد صغير أها ممكن تخليك تقاد ابليكاسيون ديال التليفون ولا لي زابليكاسيون ديال الريسكين، أيوة أيوة تخليك تقاد صافي. مديفلوب ما عندوش تي بي سي، مديفلوبي اب غير في واحد الاب تليفونو، هم حاطه في جوجل بلاي، وراني وبدات تدخلو دري، وجالس ديالو قدام ماكدو كيتسنى اوردر وهذا، في نفس الوقت كيدير هكا وهكا. الناس راه كيبداو، باش ما كان ما تسناش تكون فايبر اوبتيك. لا واحد القضية خايبة حنا في المغرب كبرنا بها، وديما خصك باش دير، خصك مثلا فين يخصني لاصال، ما عندوش الغابة، ديري في الغابة، لا خصني لاصال باش نخدم، لا خصني إناف، إناف ولا شي إناف، فهمتي، ديما خص الإنسان خصو السبب، وديك السبب هناك بقى به من الصغر، قال راه ما نجحتش لحقاش ما كنديرش السوايع، ما درتش لحقاش ما هذيك عقلية الضحية ديما ما تستقبش شي حاجة. ضحية ما هادشي اللي قاسم جامع قال عليك شي واحد، واش نتفاهمو، جامع قال عليك شي واحد، هاد الهضرة امك راه يموت واحد النهار، خوتك تا هما اكثر منك، صحابك راه ما غادي تولي تشوفهم، اي طريق الواحد كتقول راسك، شنو اللي خصك تقول راسك، وانني خصني نبان ندير شي حاجة، فشلتي تسول راسك علاش فشلتي، يا اما غادي تمشي بهذا الطريق هذه وتطور راسك ودير شي حاجه في حياتك،
على الاقل تعلمها هي لونجلي يا صاحبي، سير شريها الكتوبه راه كيبيعوها ب 5 دراهم 10 دراهم في الاسواق.